مساء الخير يا نايت. استحسان. طبعا يا نايت، انت مستغربة جدا ان انا اجيلك في بيتك، وبالذات في يوم زي ده. بس انا جاي لك عشان اقول لك كلمتين مهمين قوي. لا انت ولا حسين ابنك لكوا ذنب في اي حاجة حصلت. واللي عايزاكي تعرفيه اكتر ان انا وعمر من زمان قوي واحنا حياتنا منتهيه، ولا في ست بتاخد بالها جوزها بيروح فين وبيجي منين. بس انا كنت بعدي الامور دي كلها، بكبر دماغي عشان احافظ على ولادي وعلى بيتي، وده اللي خلاني اجي لك النهارده. علشان اهم حاجه في دنيتي انا وانت دلوقتي هم عيالنا. عندك حق يا ام علي، ملناش الا العيال. بس اقولك على حاجه، على قد ما قلبي كان مليان غل من ناحيه عمر، على قد ما الوقت مفيش جواه الا حزن كبير. هو كان بيسيبنا ويجي هنا؟ ماله هنا يا ست حسين؟ لا لا، مش قصدي، بس ما تاخديش على كلامي. ماشي، وماله؟ قهوتك ايه؟ لا لا لا، هو انا هتضيف؟ انا مش جاي اشرب قهوه، انا جايه بس عشان اقول لك سامحينا، يعني لو اتضايقت مننا في الفتره اللي فاتت دي. سامحك على ايه بس؟ هو الذنب كله ذنب عمر. طب تصدقي وتامني بالله، لا اله الا الله، فاكره اول مره شفتك في المستشفى فيها، يوم قعدنا سوا في الكافيتيريا، يوم حتى شفت ابنك علي والختمة الشريفة، أنا قلبي يوميها انفتح لك قوي، حبيتك كده لله في لله، وقلت لنفسي بينها معرفة خير معرفة الناس دول. نفسي قوي من جوايا أدعي على عمر وأقول له ربنا يجازيك يا عمر، بس قلبي مش مطوع. ما تجص علي غير الرحمة دلوقتي. ألف رحمة ونور وتمت، كلنا ندعي له بالرحمة. عنايات، احنا بيتنا مفتوح لكم، انتي وحسين. ايوه، تسلمي يا ام علي، والنعمه انت مجيتك على راسي من فوق، وانا والله العظيم ثلاثه فاهمه انت قصدك ايه كويس قوي. بعدين يعني مين عالم؟ ربنا ما بيعملش شر ابدا، اكيد كله لمصلحه الولاد. يعني انت ولادك يزيدوا لهم اخ، وانا ابني يبقى له عزوه وظهر. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.